كان هذا جانب من حديث جير بدرسن المندوب الأممي إلى سوريا، وكان يتحدث إلى ما وصلت إليه الأوضاع في الداخل السوري. على كل حال، للتعليق على حديثه بينضم إلينا عبر الهاتف سيد أحمد شيخو الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد، أرحب بك إذن معنا في هذه الحلقة من أحداث اليوم. إذن على حديث جير بدرسن أن 12 مليون سوري تحت خط الفقر، تعليقك. طبعا يعني الأوضاع المأساوية التي وصلت إليه الأزمة السورية، وخصوصا يعني في الشق الإنساني وأوضاع المتدهورة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنين السوريون، يعني في ظل استمرار الأزمة وعدم وجود حل أو تسوية سياسية في المدى المنظور، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، يعني قانون قيصر والإجراءات الأوروبية تجاه الحكومة السورية، بالإضافة يعني إلى عدم تعامل الكثير من الدول الإقليمية مع الحالة السورية، ويعني انتظارها إلى يعني يكون هناك حالة يعني أكثر قبولا من المجتمع الدولي. ضمن هذه الظروف طبعا الأعداد السوريين يعني تجاوز حوالي 13 مليون الذين يحتاجون إلى مساعدات أساسية، بالإضافة يعني إلى أن نسبة الفقر أو خط الفقر أصبح 9 من 10، فيعني الوضع الإنساني حقيقة في سوريا أصبح متدهورا. نعم. بشكل كبير، يعني إذا لم يكن هناك يعني إيجاد حل على القليل في المدى المتوسط أو القريب، سوف يكون هناك يعني أمام مجاعات أو أمام يعني حالات إنسانية سوف تكون سيئة، وسوف يكون لها حتى تداعيات على الإقليم والمنطقة بشكل عام. يعني نعم، بالتأكيد الأمم المتحدة، كوننا نتحدث يعني عن هذه الجلسة لمجلس الأمن ومندوب الأمم المتحدة، هل هي منوطة بوضع قرارات تنفذ على أرض الواقع فيما يتعلق بسوريا، آليات عمل لتنفيذ هذه القرارات؟ ما المطلوب الآن أستاذ أحمد؟ طبعا الشق الإنساني الذي تم يعني التركيز عليه والذي يركزون عليه الأمم المتحدة وحتى أمريكا وكثير من الدول الإقليمية والعالمية، طبعا هذا الشق الانساني لديه امامه صعوبات كثيره، وخصوصا موضوع المعابر، حيث هناك اختلاف في وجهات النظر بين روسيا وامريكا. نعم. حول امكانيه فتح معابر اخرى، بالاضافه الى ان اليه توزيع يعني هذه المساعدات وحتى لقاح كورونا ادخاله الى المناطق التي تحتاجها، فمناطق النفوذ الثلاثه الموجوده في سوريا ويعني التدخلات الاقليميه والخارجيه في الازمه السوريه كلها يعني للاسف عوامل غير مساعده لتجاوز حتى الازمه الانسانيه التي يعاني منها الشعب السوري. صحيح. طيب، طبعا المطلوب يعني اقليميا وامميا وعربيا وسوريا ان يكون هناك طبعا عمل حثيث لتجاوز هذا الوضع الذي يتفاقم يوميا بشكل يعني سيء جدا، وخصوصا في يعني حوالي دمشق وفي حمص وفي محافظات. وضحت الصورة. انا بشكرك، شكرا جزيلا احمد شيخو الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا لك.